عشاها من ظفرها تستجنا. في جوفها النار أسعار النار والظفر والظفر والفوز يبذل لسبايب والفخر ما يكسبه من لا تعنى تعنى. له الكاس تسنى ولعوا البدن واللي راح خايب من بغى النومس ما هو بيتوانا. الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء، انطلاقة شوطنا 13 الخاص بالحقائق الأبكار والأربعة كيلومترات هي الحاضرة في هذا المساء الجميل في ثاني أيامنا من ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، المقام في هنا في درة الميادين، هنا في ميدان الجنودرية، هنا في الرياض في عاصمة المملكة العربية السعودية، انطلاقة سن الحقائق. إذا متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء، ما هي إلا لحظات لنوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة، مقدمة الشوط المركز الأول، انطلق مع انطلاقة حقوق على المركز الأول بالشعار العنابي، بالشعار العنابي حمد بن محمد بن علي الشراب القرح القاتم من دولة قطر الشقيقة. مرحبا يا الشراب، مرحبا بجميع الضيوف من أتوا من أجلي هذه المشاركة الأخوية في هذا المهرجان الكبير، أغلى المهرجانات، مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. بينما المركز الثاني، مرحبا يا مسلية، مرحبا يا مسلية، وصل شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وصل أبو فهد على المركز الثاني بمتابعة حمد بن
بن محمد بن حمد الغفراني المري في المتابعة وفي المراقبة، بينما المركز الثالث وصلت مستورة، وصلت مستورة على المركز الثالث، وصل العرجون عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد العرجون العطوي القادم من تبوك الورد، القادم من تبوك الورد من عملاق الميادين يتقدم العرجون. ولكنني أرى شعار قادم وشعار وشعار الزعبي بدأ ينطلق مع انطلاق الطلع محمد بن بطي بن محمد الحسن المري يتقدم شعار الزعبي، بينما المركز الخامس مرحبا بالقدوم، مرحبا بالحضور، مرحبا بالصمامة، أوصلت الصمامة شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، بمتابعة راشد بن حسين بن محمد بوليل حبوليل. ولكن يا اخواني اني ارى شعار قادم قادم، مرحبا 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 بالتاريخية، وصلت التاريخية محمد بن جساح بن فهد اشراقي الشمري، وصل الشمري القاتم من عروس الشمال، القاتم من ميدان المحنة، القاتم من حايل. ولكن وين الصدارة يا اخواني؟ وين الصدارة؟ امسلي 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 بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. ولكن غيرت 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 في هذه اللحظات، غيرت حقوق حمد بن محمد بن علي الشراب القريح. مرحبا يا ابو علي، مرحبا باللحظات. اوصلت سيوف نايف بن علي بن سليمان المرواني الجري قادم مع سيوف، ولكن القدوم شعار من اللحظات سعيد بن هلال بن سالم المنصوري مع سياد سياد. ولكن العودة إلى أبناء العنابي أبناء دولة قطر، حقوق 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 بشعار القرح بشعار الشراب بشعار الشراب. يا سلام يا سلام يوهي الصدارة أسياد أسياد، حقوق 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 الشراب حمد بن محمد بن علي الشراب القرح منتزعا وخاطف النماس. هذا الشوط تانينا والنماس لمالك حقوق مع المركز الأول. المركز الثاني حضرة السياد سعيد بن هلال بن سالم المنصوري حضرة على المركز الثاني. المركز الثالث حضرة سيوف نايف بن علي بن سليمان المرواني الجهني مع سيوف. المركز الرابع مراسيل شعر بيان بن مياح بن فياض الشمري حضرة على المركز الرابع. والمركز الخامس شعار الصميمة وشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود حضر على المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، شوط مثير وكان من نصيب حقوق بشعار حمد بن محمد بن علي الشراب القرح منتزعا وخاطف النوماس هذا الشوط، ومهدي النوماس إلى أخواننا بدولة قطر الشقيقة وبالتحديد إلى ميدان التحدي ميدان الشحانية. تهانينا والنماس لك يا الشراب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل، ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير وأغلى المهرجانات مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه. والتوقيت الزمن 6 دقائق
وبدون ثواني و87 الجزم الثانية المركز الثاني سياد سعيد بن هلال بن سالم بن طراف المنصوري حضر على المركز الثاني 6 دقائق و68 الجزم الثاني المركز الثالث شعاري مراسيل الضبيان بن مياح بن فياض الشمري حضر على المركز الثالث 6 دقائق 4 ثواني 35 الجزم الثانية المركز الرابع سيوف نايف بن علي بن سليمان المرواني الجهني وخامسا الصميمة شعار سيدي صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع الصميمة حضر على المركز الخامس. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء تهانينا والنماس لمالك حقوق بشعار حمد بن محمد بن علي الشراب القرح منتزعا وخاطف النماس هذا الشوط ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء كما ننول إخواننا الفائزين بأشواط الذهب وأشواط الكؤوس التوجه بعد نهاية هذا الشوط وشوط الختام والشوط الرابع عشر التوجه إلى المنصة الرئيسية شوطنا القادم وشوط الختام الشوط الرابع عشر الزميل المعلق المبدع دائما وأبدا حاتم بن مشاري الشمري واصفا ومعلقا على مجريات هذا الشوط. نسفك مثل اللهايب جمرة في جوفها النار اسعار النار